قتلى بقصف إسرائيلي على مدرسة تاوي نازحين بغزة، والجيش الإسرائيلي يقتحم بيتونيا غرب رام الله. البنتاغون وبغداد ينفيان تقارير عن موعد الانسحاب الأمريكي من العراق. أكثر من 24 مليون ناخب جزائري مدعون لانتخاب رئيس جديد من بين ثلاثة مرشحين أبرزهم عبد المجيد تبون. عقب التحذيرات بانهيار القطاع الصحي في السودان، مدير الصحة العالمية في بورت سودان اليوم. طب صباحكم بكل خير مشاهدينا، هذه رونك عادل تحييكم وترحب بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من الحدث. مع التصعيد الإسرائيلي في غزة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل ثمانية فلسطينيين على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة حليمة السعدية في جباليا التي تأوي نازحين. الجيش الإسرائيلي في بيان له برر العملية بأنها استهداف لعناصر من حركة حماس داخل المجمع، كما قتل خمسة فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكني في مخيم النصيرات وسط غزة. وأفاد مراسلنا بارتفاع عدد المصابين في القصف المدفعي الإسرائيلي على مشروع بيت لاهية شمال قطاع غزة إلى 33 مصابا تم نقلهم إلى مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهية ومستشفيي كمال عدوان والعودة في مخيم جباليا شمالي القطاع. مزيد من التفاصيل يطلعنا عليها من مدينة غزة مراسل الحدث خضر الزعنون. خضر أهلا بك معنا، ماذا تحمل لنا من تفاصيل أكثر بخصوص هذا الاستهداف الإسرائيلي على مدرسة تأوي نازحين وبقية الاستهدافات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية على قطاع غزة؟ نعم، يعني الجديد هو حتى هذه اللحظة نقل نحو 33 مصابا إلى مستشفيات الأندونيسي في بلدة بيت لاهية وكمال عدوان والعودة في مخيم جباليا شمالي القطاع عقب قصف مدفع إسرائيلي طال عددا من منازل المواطنين في منطقة مسجد القسام في مشروع بيت لاهية إلى الشمال من القطاع بعيدة. هذا الاستهداف العنيف من قبل مدفعية الجيش الإسرائيلي على منازل المواطنين في شمال القطاع، هذا يأتي هناك بعيدة القصف المدفعي الذي أدى إلى سقوط خمسة من الضحايا ونحو 19 جريحا بعيدة غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة حليمة السعدية في مخيم جباليا إلى الشمال من القطاع. هذه المدرسة التي تؤوي الآلاف من النازحين في المخيم، تم نقل هذا العدد الكبير من الضحايا وأيضا الجرحى إلى مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا إلى الشمال من القطاع. الجيش الإسرائيلي عادة يتذرع وأيضا يضع المبررات بأنه كان يستهدف يعني عناصر أو كوادر من حماس ومن الجهاد الإسلامي، ولكن ما يقع على الأرض هم مدنيون ونحن نشهد ذلك بأنه تم نقلهم إلى عدد من المستشفيات في شمالي القطاع. لكن هنا في مدينة غزة تم نقل يعني ضحيتين إحداهن طفلة وعدد من الجرحى والمصابين بعيد استهداف صاروخ من قبل الجيش الإسرائيلي لشقة سكنية تعود لعائلة عوض الله في حي النصر شمال غرب مدينة غزة. أما في وسط القطاع سقط خمسة من الضحايا بينهم طفلان وعشرة من الجرحى والمصابين بعيد استهداف شقة سكنية تعود لعائلة عيد في مخيم البريج وسط القطاع. تم نقل هؤلاء الضحايا وأيضا الجرحى إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع. متى كانت آخر مرة استهدف فيها الجيش الإسرائيلي مخيم جباليا خضر؟ نعم، عمليات الاستهداف الإسرائيلي لمخيم جباليا إلى الشمال من قطاع غزة لا تتوقف هناك، حيث أنه خلال الساعات الماضية كان أكثر من استهداف خاصة في منطقة دوار العلم عندما سقط ستة من الضحايا
باستهدافهم بقصف صاروخي من قبل طائرة حربية إسرائيلية، وذلك في المنطقة المجاورة لجباليا وهي بيت لاهيا إلى الشمال من القطاع. أنا كنت أقصد قبل هذا الاستهداف يا خضر. على العموم سنأخذ منك تفاصيل أكثر خلال نشراتنا اللاحقة. حتى اللحظة شكرا جزيلا لك من مدينة غزة مراسل الحدث خضر الزعنون. وفيما تتواصل الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة مع استمرار تعثر المفاوضات، بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع السفيرة الإسرائيلية في موسكو سيمونا هالبرن، بحث الوضع في غزة وتدهور الوضع الإنساني في القطاع مع استمرار العمليات الإسرائيلية. وأكد المسؤول الروسي استعداد موسكو لمواصلة جهود تسوية الأوضاع في قطاع غزة والمساعدة في العمل على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع. في الوقت ذاته أكد المسؤول الروسي استعداد بلاده لمواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى وقف إراقة الدماء في أسرع وقت ممكن، مشددا على أهمية تقديم المساعدة العاجلة لسكان القطاع. وفي الضفة الغربية أصيب شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي وآخرون بالاختناق بالغاز السام والمسيل للدموع فجر اليوم خلال اقتحامها بلدة بيتونيا غرب رام الله. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت أحياء في البلدة ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة للمنازل ما أدى إلى اندلاع مواجهات. وكان الجيش الإسرائيلي اقتحم مساء أمس بلدة يعبد جنوب غرب جنين بعد إعلانه فجرا انسحابه من المدينة ومخيمها. هذا المحل مثل المحل الاول والثاني، هذا ربون الجيش محلي، هذا هدول اياه كليا، والمحل الثاني هدول اياه، وهذا المحل شوفت عنك هاي هدول. هاي اسمها سياسه تهجير، هون بده يهجرون هاي البلد، بس هاي البلد مش راحين نطلع يعني، بنقدرش نطلع، هون انولدنا، وهون راح نكبر، هون راح نموت، يعني صعب نطلع من هون. هاي الارض ارض اجدادنا وابائنا، ما بنقدرش نطلع منها، وان شاء الله انها بتتحرر ونرجع على بلادنا جوا، هاي البلاد كلها النا. ظل البيت تقريبا 6 أيام كسكنة عسكرية للاحتلال، وإحنا طبعا ما كنا بنعرف أبدا شو بصير جوا البيت ولا شو عم بيعملوا الجيش جوا البيت. طبعا انسى الأكل والشرب والأشياء تبعتهم، هذا الحكي زبالة ما زبالة. شرعت بلدية جنين بأعمال ترميم مبدئي للشوارع وإعادة الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء، وذلك بعد انتهاء العملية العسكرية في مدينة جنين ومخيمها التي استمرت 10 أيام، خلفت فيه الجرافات العسكرية الإسرائيلية دمارا كبيرا بالممتلكات العامة والخاصة في ذات الوقت. بعد استمرارها لعشرة أيام انتهت العملية العسكرية الإسرائيلية ضد مدينة جنين ومخيمها وانسحب الجيش الإسرائيلي، لكن حجم الدمار كبير وظل شاهدا على هول هذه العملية. الجرافات والآليات الفلسطينية تعمل على ترميم ما يمكن ترميمه لإعادة بعض أشكال الحياة وتسهيل حركة المواطنين وتحديدا طلبة المدارس. بلدية جنين تقول إن حجم الدمار فاق 70% في البنية التحتية، فيما قالت الحكومة الفلسطينية إنها مستعدة لإعادة إعمار مدينة جنين ومخيمها في وقت يرى فيه مراقبون أن حجم الدمار كبير وقد يفوق قدرات الحكومة الفلسطينية. من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، فالح نصير، فالح الحدث. دعت الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق موسع ومحاسبة الجنود الإسرائيليين المتورطين في قتل الناشطة التركية الأمريكية عائشة نور إيجي في الضفة الغربية. وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أكد على ضرورة حماية المدنيين في جميع الظروف. وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قالت إن الناشطة قتلت أثناء مشاركتها في احتجاج ضد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وذلك بعد أن أطلق جنود إسرائيليون النار عليها في نابلس. من جانبه أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مقتل الناشطة الأمريكية من أصل تركي برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية. قال بلينكن إن بلاده ستنتظر نتائج التحقيق. أود أن أقدم تعازي الخاصة وتعازي حكومة الولايات المتحدة لعائلة أشنور إزجي
نستنكر هذه الخسارة المأساوية الآن. الأمر الأكثر أهمية هو جمع الحقائق، وهذا بالضبط ما نقوم به حاليا. نركز بشدة على الحصول على تلك الحقائق، وأي إجراءات نتخذها ستكون مبنية على الحقائق. دعونا أولا نعرف بالضبط ما حدث، وسنستخلص النتائج والعواقب الضرورية بناء على ذلك. وفي تطورات الحدود اللبنانية الإسرائيلية، دوت صافرات الإنذار صباح اليوم في محيط جبل ميرون بالجليل الغربي بحسب ما أفاد إعلام إسرائيلي. هذا وكثف الجيش الإسرائيلي غاراته أمس، وقال إنه هاجم أكثر من 15 منصة إطلاق صواريخ وبنية تحتية عسكرية لحزب الله جنوب لبنان. هذا ورد حزب الله بالصواريخ والمسيرات مستهدفا ثكنة زبادين ومباني يستخدمها الجيش الإسرائيلي في مستعمرة المطلة وموقع رواسة القرن، إضافة لمواقع للجنود الإسرائيليين في مستعمرتي المنارة وإبرم. استغفر الله. ويدي كلها عم تولع. عربوا رجاله هناك في الصواريخ. رجعوا بسرعه، حيولع النار هلا كله. يا حسام من بيروت ينضم الينا الكاتب الصحفي حنا صالح. سيد حنا، صباح الخير واهلا بك معنا على شاشه الحدث. كيف تقرا هذا التدرج في الاستهداف الاسرائيلي لمواقع حزب الله في جنوب لبنان، بينما هو قادر في ذات الوقت على ان يستهدف بشكل مباشر ومكثف واشد هذه المواقع لحزب الله؟ بدون شك تبدو كل المنطقه، مصير كل المنطقه على كف التطرف الصهيوني. لو أمعنا النظر جيدا بما يجري، كأن الصهاينة بنسبة ما استرجعوا المشروع الصهيوني الأصلي من النيل إلى الفرات. نراهم يحبطون كل مبادرات التسوية بشأن غزة، ونتنياهو واليوم تدخل حرب التوحش الإسرائيلي شهرها 12. نتنياهو لا يريد أن يمنح الثنائي بايدن هاريس أي هدنة قبل نحو من 60 يوم على الانتخابات الأمريكية. فتح بقوة معركة الضفة للتهجير باتجاه الأردن، ويصعد باتجاه لبنان. ما هو حاصل خلال الليل وفي الأيام الماضية في قصف عدلون، في قصف مواقع في البقاع الغربي؟ كأن العدو الإسرائيلي الذي نجح بالوصول وقتل أعداد كبيرة من الكادرات القيادية والقادة الميدانيين لحزب الله يوالي في هذه المرحلة ضرب القدرات العسكرية واللوجستية باستهداف المراكز العسكرية للحزب. لكن هذا الإعلان قاصر وغير حقيقي، أو بالأحرى غير كامل. عمليات القصف تستهدف تدمير كل منطقة جنوب الليطاني، مع تصاعد الدعوات الإسرائيلية لاحتلال الجنوب الليطاني وإقامة مستوطنات. وإن كانت هذه الدعوات تتم عبر مجموعة من المتطرفين، فهي بدون شك تلقى موافقة التطرف الإسرائيلي الواسع. المنطقة في قلب الخطر، وما من شيء يردع نتنياهو وفريقه وكل الضغوط التي مورست عليه لم توقفه. على سبيل المثال، طيب هل هو قادر، هل إسرائيل قادرة على تحقيق مخططها الذي تتحدث عنه حضرتك سيد حنا؟ وهل من مصالح أخرى إسرائيلية من إطالة التصعيد في جنوب لبنان؟
أريد أن أشير إلى مسائل بشكل سريع. قبل 10 أيام وقف المرشح الرئاسي دونالد ترامب وقال أنه آسف جدا أن مساحة إسرائيل صغيرة جدا ويجب أن نبحث بكيفية توسيعها. ما يجري في الضفة الغربية هو توسيع واقعي لدولة إسرائيل عبر الضغوط الهادفة إلى فرض ترانسفير على الفلسطينيين باتجاه الأردن. هناك 750 إلى 800 ألف مستوطن قدموا الضفة، لم يعد في هناك أي إمكانية لمشروع حل الدولتين. ما يجري في جنوب لبنان جعل الجنوب أرض محروقة بالكامل، حزام أمني بالكامل بشكل واسع، العملية بالغة الخطورة مع الدعوات لإقامة مستوطنات. طيب. السؤال كانت هناك أيضا تصريحات سيد حنا إسرائيلية من أنه حتى لو تمت اتفاقية بين إسرائيل وحماس لوقف الحرب في قطاع غزة، هذا لن ينعكس على جبهة الجنوب اللبناني. هنا كيف يمكن أن يتعامل حزب الله مع ذلك؟ عندما طرحت إسرائيل هذه الفكرة طرحتها وهي تلقى تأييد الولايات المتحدة والدول الغربية بأنه بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة للغرب ممنوع أن يكون هناك أي إمكانية من جنوب لبنان لسبعة أكتوبر جديد. لذلك الضغط ومحور كل المباحثات التي قام بها المفاد الرئاسي الأمريكي هوشتاين كانت إخراج حزب الله من جنوب الليطاني أو تراجعه 10 كيلومتر أو الخروج إلى شمال الليطاني إلى آخره من أجل تحقيق هذا الهدف. لذلك إسرائيل تقول أن التعامل مع الجنوب سيكون مختلفا. هنا السؤال، ما هي القدرات العسكرية لحزب الله؟ يبدو في الأيام الأخيرة وبعد الرد الذي بدا منسقا بشدة الذي قام به حزب الله على مقتل قائده الكبير شكر، يبدو أن القدرات العسكرية لحزب الله الفعلية بعد 10 أشهر ونحن بعد 11 شهر من القتال لم تعد كما كان يقال، أو هي بالأحرى لم تكن بالشكل الذي تم تصويره. الجهود الأمريكية التي تسعى سيد حنا لإبرام اتفاق بين إسرائيل وحماس في حال تمت، هل يمكن أن تركز بعد ذلك على لبنان وتسعى واشنطن إلى تحقيق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل؟ الطروحات الأمريكية كانت بهذا الاتجاه وكذلك الطروحات الفرنسية، لكنها في المرحلة السابقة فشلت، والفشل لم يعد لأن هناك جهة في لبنان رافضة بما في ذلك حزب الله، لأن القرار بيد إيران. من أشعل هذه الجبهة هم ملالي طهران ومرجعيتها في إيران ويريدون الاستفادة منها. عمليا يمنعون الحرب الواسعة لحماية حزب الله، لكنهم بالنهاية هم من أشعلوا هذه المنطقة وهم من يعرقلون التسوية التي الحرب أدت حتى الآن إلى دمار مخيف يفوق ما حصل في العام 2006. ماذا يعني تدمير ما يزيد عن 10 إلى 15 ألف منزل؟ ماذا يعني أن القرى باتت كلها ركام من البحر إلى سفح جبل الشيخ؟ الخسائر كبيرة، ولبنان المسيطر عليه من إيران ومن محور الممانعة في وضع عزلة شديدة وقد لا يلقى أي دعم من أي جهة، لأن الخارج يقول ما دامت إيران مسيطرة فلتقم إيران بموجباتها. نعم، لكن إيران تريد لبنان ساحة محروقة للسيطرة ليس أكثر. شكرا جزيلا من بيروت الكاتب الصحفي حنا صالح. شكرا. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها دمرت في 24 ساعة الماضية مسيرة ومركبة تابعتين للحوثيين بمناطق سيطرتهم في اليمن. وفي التفاصيل، فقد أعلنت القيادة أن ما تم تدميره هو طائرة من دون طيار ومركبة دعم واحدة، موضحة أن هذه الأنظمة تشكل تهديدا واضحا ووشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. هذا وحذرت الحكومة اليمنية من مخطط حوثي لاستخدام الآلاف من إيران وباكستان وأفغانستان ولبنان والعراق للمناطق الخاضعة لسيطرته تحت غطاء السياحة الدينية. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإيرياني إن هذا التحرك الخطير وسيلة لتعزيز النفوذ الإيراني في مناطق الحوثيين عبر إدخال خبراء من إيران وحزب الله وجلب مقاتلين إلى اليمن، مضيفا أن ذلك يمثل تهديدا خطيرا لليمن على المستويات السياسية والاجتماعية والفكرية والتركيبة الديمغرافية.
وأضاف الإرياني أن هذه الخطوة تعد محاولة لاستحضار الصراع المذهبي في اليمن عبر دعم طائفي إيراني مباشر. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيلتقي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في واشنطن في 13 من سبتمبر، حيث سيجريان مناقشات حول مجموعة من القضايا العالمية تتضمن مواصلة الدعم القوي لأوكرانيا والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، إضافة إلى حماية الشحن الدولي في البحر الأحمر من تهديدات الحوثيين. وساعتنا الإخبارية مستمرة مشاهدينا، وفيها أيضا بعد الفاصل أكثر من 24 مليون ناخب جزائري مدعون لانتخاب رئيس جديد من بين ثلاثة مرشحين أبرزهم عبد المجيد تبون. ماذا لو قيل لك أنك تعايش الآن أحداثا لم ترها البشرية من قبل، أخبارا غيرت مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصا وحكايا. احنا اليوم لنا كلة ثالثة، تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك إنك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها أثر على أجيال قادمة لعشرات السنين؟ أنت الآن تتابع الأخبار، تشاهد أحداثا عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه. نتيجة الاضطهاد والصراعات والعنف أكثر من 108 ملايين شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء العالم. في أكثر من 135 دولة هربوا باحثين عن المأوى، عن الغذاء والرعاية الطبية. فالضحايا بالآلاف والأرقام في تزايد، والحكايات تختزل بين الصمود والبقاء. The solution to this humanitarian tragedy is not humanitarian, it is political. كيف احنا نعيش؟ كيف جابونا؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا. نفى مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية وجود إعلانات جديدة حول موعد الانسحاب الأمريكي من العراق، وذلك بعد نشر تقرير يفيد بوجود اتفاق بين واشنطن وبغداد حول مغادرة قوات التحالف العراقية من العراق. وردا على سؤال للعربية إنجليش، أوضح المسؤول الأمريكي أنه ليس لديهم في الوقت الحالي أي إعلانات لإصدارها، مذكرا بالاتفاق العراقي الأمريكي حول العمل لتحديد زمن وكيفية انتهاء مهمة قوات التحالف والانتقال بطريقة منظمة إلى شراكات أمنية ثنائية دائمة. هذا وسبق أن قالت مصادر للحدث نت إن القوات الأمريكية وقوات التحالف ستعمل على إخلاء قاعدة عين الأسد الجوية في اتفاق مستقبلي.
وفي لقاء مع الحدث أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي حسين علاوي أنه لم يتم بعد تحديد جدول زمني لانسحاب قوات التحالف من العراق رغم الوصول لمراحل متقدمة من الاتفاق بين العراق وقوات التحالف. أكيد ليس هنالك لحد الآن جدول زمني متفق عليه بين الطرفين، ولم يصدر من الطرف يعني الحكومة العراقية أو كذلك بالمقابل اللجنة العسكرية العليا التي شكلها السيد رئيس وزراء من قبل الجانب العراقي وكذلك من قبل جانب التحالف الدولي، ولكن بالمقابل وصلنا إلى مراحل متقدمة جدا من الوصول إلى اتفاق، لكن هذا الاتفاق يعتمد على وضع الجدول الزمني. وطبعا ما أشار إليه بيان وزارة الخارجية قبل أيام وكذلك اللقاء في 1 أيلول بين السيد رئيس وزراء الأستاذ محمد شاع السوداني وكذلك رئيس بعثة التحالف الدولي في العراق، أشار بصورة واضحة إلى أن العلاقات ما بين العراق ودول التحالف الدولي تمضي باتجاه إنهاء هذه المهام ونقلها للعلاقات الثنائية، وهذا هو المسار الأساسي، لكن لحد الآن لم يوضع الجدول الزمني. من بغداد ينضم إلينا الباحث في الشؤون السياسية والأمنية نجم القصاب. سيد نجم صباح الخير وأهلا بك على شاشة الحدث. ما مرد الوصول إلى مراحل متقدمة من الاتفاقية الخاصة بالانسحاب الأمريكي وقوات التحالف من العراق لكن دون التوصل إلى جدول زمني لذلك؟ بدل صباح الخيرات عليك وعلى كل متابعيك الكرام. يعني أعتقد إلى هذه اللحظة لم يتم الاتفاق النهائي بين الحكومتين بغداد وواشنطن لأسباب متعددة، للضغوطات، مرة ضغوطات إيرانية ومرة ضغوطات داخلية وحتى ضغوطات أمريكية على الوفد الأمريكي، لكن حكومة السيد السوداني أراد أن تعطي رسالة إلى المعترضين والممتعضين من قبل بعض الأطراف أو الفصائل العراقية التي أعطت هدنة وأعطت مجال ووقت لحكومة السيد السوداني بأن يتم الاتفاق على الانسحاب الأمريكي من الأراضي العراقية، وإلا ستعود الضغوطات خصوصا على قاعدة عين الأسد. وما زالت حكومة السوداني جارية وباحثة وجادة في جعل القوات الأمريكية تنسحب بدون غضب أمريكي، لأن تنتقل المرحلة أو العلاقة من علاقة دولية إلى علاقة فردية مع الولايات المتحدة. نعم. على المستوى. طيب سيد نجم، هذه النقطة سأعود لها فيما بعد إن تسنى لنا الوقت، لكن أود أن أسأل حضرتك، هل الوقت مناسب الآن للحديث عن الانسحاب الأمريكي وقوات التحالف من العراق في الوقت الذي استفاقت فيه خلايا داعش النائمة في غرب العراق؟ يعني الكل متفق العراق لا يمتلك القوة الجوية أو الدفاعات الجوية أو مراقبة الحدود مع دول التي دخلت أو أدخلت تنظيم داعش عام 2014 أو بعد 2003، هنا أقصد تركيا وسوريا، لأن كل التنظيمات الإرهابية، تنظيم القاعدة، تنظيم داعش، الجماعات المسلحة دخلت من هاتين الدولتين والكل يعلم، لكن الوقت حسب ما يعني ما ندركه وما نعلمه ان حكومه السيد السوداني تواجه ضغوطات من الشركاء والحلفاء داخل الاطار التنسيقي، فلا بد ان تكون خطوه واحده الى الامام حتى تعطي موثوقيه لهذه الحكومه لبرنامج الحكومي من ضمن البرنامج الانسحاب الامريكي. لكن انا اقول في فوز الجمهوريين الرئيس السابق ترامب، هل سيتم هذه الاتفاقية العراقية الأمريكية تجري وتسري مثلما تم الاتفاق؟ أنا أعتقد سيعاد كل ما موجود من اتفاقيات، لأن الرئيس ترامب هو جاد بالانسحاب، لكن الانسحاب بغضب وليس الانسحاب باتفاق ثنائي. هذا ما كنت أود أن أسأل حضرتك، وكالعادة تجيبني على أسئلتي قبل أن أطرحها سيد نجم. طيب سؤالي الأخير هنا، ما مصلحة واشنطن من محاولة إطالة أمد بقائها في العراق حتى من قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتهديد قواتها سواء في العراق أو المنطقة؟ أنا أعتقد الملف النووي الإيراني هو مرتبط بالانسحاب الأمريكي، لأن إلى هذه اللحظة لم يتم الاتفاق النهائي
مع إيران، وإيران مع 5+1. هناك انعدام الثقة بين الحكومة الإيرانية والحكومة الأمريكية، والولايات المتحدة هي ضاغطة ليس على إيران بشكل مباشر عن طريق العقوبات، وإنما ضاغطة عن طريق الأدوات التي تمتلكها إيران في العراق، سوريا، في اليمن، في لبنان. أعتقد تأخير هي الولايات المتحدة تحاول أن تضغط على إيران عن طريق هذه الأدوات أو هذه الدول. طيب، لدينا متسع لسؤال آخر سيد نجم. هل يمكن أن نشهد انسحاب أمريكي بشكل إعادة تموضع، أي كما تحدثنا قبل قليل أنه هناك إمكانية لأن ينسحب من قاعدة عين الأسد، بينما لربما سيعيد تموضعه في داخل العراق، هل هذا وارد؟ يعني أنا أعتقد هي ما تعرض له يعني عين الأسد من ضربات متعددة من أطراف متنوعة ومتعددة من بعض الفصائل، أعتقد هي قاعدة عين الأسد هي الحلقة الأصعب عند الولايات المتحدة وحتى إحراج لحكومة السيد السوداني. أما قاعدة عين الحرير في أربيل، أعتقد الكرد لا يرغبون بالانسحاب الأمريكان من الأراضي داخل إقليم كردستان، وحتى نتحدث بصراحة بعض القوى أو لم تكن كلها القوى السياسية السنية لا ترغب بانسحاب الولايات المتحدة من الأراضي العراقية، لأن هناك انقسام وانعدام الثقة داخل البيوتات السياسية الشيعية والسنية والكردية. شكرا جزيلا من بغداد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية نجم القصاب، شكرا لك. أكثر من 24 مليون ناخب جزائري مدعون اليوم السبت لانتخاب رئيس لهم في انتخابات مبكرة أعلن عن تنظيمها تبون، أعلن عنها علما أنها كانت مقررة عند انتهاء ولايته في ديسمبر المقبل. وإذا كان الانطباع السائد في الجزائر بأن التمديد للرئيس الحالي عبد المجيد تبون أمرا محسوما، فرهان المرشحين الآخرين أو بالتحديد المرشحين الآخرين للانتخابات الرئاسية المبكرة يكمن في نسبة المشاركة. مساء اليوم وبعد إقفال مراكز الاقتراع تبدأ النتائج الأولية بالظهور على أن تعلن رسميا غدا الأحد. 3 مرشحين يتنافسون في تلك الانتخابات: عبد المجيد تبون الرئيس المنتهي ولايته والذي يحظى بدعم أحزاب الأغلبية البرلمانية وأهمها جبهة التحرير الوطني. أما المرشحان الآخران فهما رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف والصحفي السابق رئيس جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش. تبون كان تعهد في ختام حملته الانتخابية إعطاء الشباب المكانة التي يستحقونها، موضحا أنه يريد استكمال تنفيذ مشروع الجزائر الجديدة لولاية ثانية، معتبرا أن ولايته الأولى واجهت عقبة جائحة كورونا. أما شريف فيقول إن هدفه الدفاع عن الحريات التي تم تقليصها إلى حد كبير في السنوات الأخيرة على حد قوله. والمرشح الثالث أوشيش يؤكد التزامه الإفراج عن سجناء الرأي من خلال عفو رئاسي. هذا وكان الجزائريون المغتربون وعددهم 865,490 ناخب قد بدأوا بالإدلاء بأصواتهم منذ يوم الاثنين السابق، كما خصصت مكاتب تصويت متنقلة للقاطنين في المناطق النائية داخل البلاد. كل مواطن جزائري يعيش بكرامة في بلاده. أنا نقول الرئيس حتى بعض الأشياء ما نقولوش هاي مليحة، من بينها الغلاء، يعني الصلاة تاع الجزائري ما راش مليح. طلب النداء بك لرئيس الجمهورية، لازم نشعلوا أولا نشعلوا مشعل الشباب، البطالة، الأسعار هذه اللي راهي ترفع يوميا. برامج يعني كلها تصب من أجل الجزائر، من أجل التنمية اقتصاديا اجتماعيا، تهتم بالشباب، تهتم بالمرأة، برامج تهتم بالسكنات. طلب الرئيس القادم إن شاء الله يشوف لنا كامل من الصغير للكبير ياك، وحنا الشباب يزيدوا يعاونونا يفتحوا لنا كاش مجالات هكا باش نخدموا كامل باش نرفدوا مستقبل البلاد. أنا بالنسبة لي الخمس سنوات الماضية كانت سنوات يعني فيها إنجازات لا بأس بها،
وانا مازالني يعني في الامل في السيد عبد المجيد تبون باش يكمل التغييرات والاستمراريه باذن الله. ثم دابا نزيدو نشوفوها في الوحده الجايه باش نشوفوا الى زعما قد خدمتو ان شاء الله. 50 اللي فاتوا ما نكذبش عليك علينا فيهم بزاف كورونا كذا جازوا بزاف صوالح علينا فيهم قرب ما نقدرش نقول لك حتى الاقتصاد هبط صرا بزاف صوالح. 5 سنين اللي فاتوا دار بزاف انجازات كبار وانا حنفوطي عليه لاول مره هذا العام عند عبد المجيد تبون ونتمنى لك النجاح والتوفيق. من العاصمة الجزائرية تنضم إلينا الصحفية سهام غدير. سهام أهلا بك معنا. هل فتحت صناديق الاقتراع والجو الانتخابي العام خلال صباح ساعات الصباح الأولى على الأقل حتى اللحظة ونسبة المشاركة المتوقعة؟ إذن نحن تفصيلنا على فتح مراكز ومكاتب الاقتراع هنا بالجزائر أقل من 30 دقيقة على رأس الساعة القادمة ستفتح رسميا جميع هذه المكاتب التي ستستقبل من المفروض أكثر من 24 مليون مسجل من المفروض أن يؤدوا واجبهم الانتخابي وفق دائما السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تتحدث على جهود جهوزيتها لاستقبال كل هذه الأعداد والرهان كما أشرت هو رفع نسبة المشاركة بعد انتخابات 2019 التي كانت ربما نسبة المشاركة فيها أثارت الكثير من الجدل. الرهان هو أن تتراوح وفق المراقبين طبعا أن تتراوح نسبة المشاركة وهو كذلك أذكر أنه رهان السلطة اليوم أن تصل نسبة المشاركة ما بين 55 إلى 58% هذا هو المنتظر. إذن نحن هنا من أعالي مدينة الجزائر العاصمة نحاول أن نرصد في هذه الدقائق قبيلة فتح مكاتب الاقتراع هذه الأجواء بخصوص هذه الانتخابات السابعة في حياة الجزائر منذ التعددية عام 1989 وهي ثاني انتخابات بعد الحراك الشعبي الذي عاشته الجزائر وأول انتخابات. نعم تفضل. من خلال ما رصدتي وقبل فتح مراكز الانتخابات لجان الإشراف على هذه الانتخابات هل هي لجان محلية أم هناك إشراك أيضا من لجان دولية؟ على مستوى صلاحيات ربما السلطة المستقلة للانتخابات هناك لجان لمراقبة هذه العملية تابعين طبعا للمترشحين الثلاثة وربما عملية المراقبة منذ انطلاق فتح وبداية التصويت إلى غاية عملية الفرز ستكون تحت أعين لجان المراقبة المختلفة وربما هذه العملية كذلك ستكون تحت سلطة مستقلة كرسها دستور 2020 وبالتالي ينتظر أن تكون هذه العملية مثل ما يراهن الكثير أن تكون تحت مراقبة وكذلك شفافية ونزاهة هذه العملية في انتظار إذا مثل ما ذكرنا أجواء مختلفة سنرصدها عبر كاميرا الحدث بالإضافة إلى العربية. وسنتابع معك خلال النشرات المقبلة سير العملية الانتخابية حتى اللحظة. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفصيلات من العاصمة الجزائرية الصحفية سهام غدير. وساعتنا الإخبارية مستمرة مشاهدينا وفيها أيضا بعد الفاصل عقب التحذيرات بانهيار القطاع الصحي في السودان مدير الصحة العالمية في بور سودان اليوم. Yeah.
بيتنا ونحن نصارع الحياة، نترك أشياء من أجل أشياء أخرى، نحاول جاهدين أن ندرك، أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآسف. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدنهوم إلى بورت سودان في زيارة تستغرق عدة أيام، سيلتقي خلالها مسؤولين بمجلس السيادة السوداني ووزارة الصحة الاتحادية والممثل المقيم لوكالات الأمم المتحدة للاطلاع على الأوضاع الصحية في البلاد. وقال وزير الصحة المكلف هيثم إبراهيم، قال إن هدف الزيارة هو تعزيز التعاون ومتابعة المشاريع الصحية المشتركة وزيارة المنشآت الصحية ودور الإيواء والوقوف على الوضع الصحي العام في البلاد. عبد المان ينضم إلينا مراسل الحدث نزار البكداوي. نزار، أهلا بك معنا، تفاصيل أكثر حول هذه الزيارة، متى ستبدأ اللقاءات اليوم وجدول الأعمال بشكل أكثر تفصيلا إن كان لديك؟ صباح الخير. هذه الزيارة بالنسبة للحكومة السودانية هي مهمة ومطلوبة، خاصة في هذا التوقيت بعد مرور أكثر من عام وقرابة نصف العام على حرب السودان، حرب أبريل. الزيارة التي توصف بالمهمة هنا بدأت قبل قليل بعد أن وصل إلى مدينة بور سودان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، برفقته أيضا المدير الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في منطقة شرق المتوسط. هذه الزيارة تحمل عناوين رئيسة، وهي تعزيز سبل التكامل وتحقيق الأهداف المنشودة إلى جانب الوقوف على الوضع الصحي. بعد قليل سيلتقي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في خلال أو في إطار هذا البرنامج الذي أعد لهذه الزيارة، سيلتقي وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم. والوزير السوداني كان قد ألمح إلى أن هنالك تقرير سيقدم لمنظمة الصحة العالمية. هذا التقرير سيحوي شرحا كاملا ووافيا للموقف الصحي في السودان ومطلوبات القطاع الصحي في السودان بعد خروج نحو 80% من المستشفيات العاملة في السودان. أيضا سيلخص وزير الصحة السوداني في هذا اللقاء الأوضاع التي تتعلق بأكثر من 8 ملايين نازح داخل الأراضي السودانية ونحو 2 مليون لاجئ على حدود السودان في بعض دول الجوار. طيب، جدول الأعمال تضمن زيارة لمنشآت صحية، هل تم الإعلان عن أي المنشآت الصحية سيزورها المسؤولون وفي أي المناطق تحديدا نزار؟ هذه المنشآت الصحية هي نماذج لبعض المنشآت الصحية داخل مدينة بور سودان، سيقف على نماذج لهذه المراكز التي تقدم خدمات صحية لعدد مقدر من المواطنين داخل مدينة بور سودان. أيضا سيزور نموذج لأحد مراكز الإيواء التي تضم أيضا عشرات الأسر التي وصلت إلى مدينة بور سودان. لكن في المجمل الرجل سيتعرف عن كثب، عن واقع الصحة في السودان، سيقدم أيضا إفادات مهمة حول ما سيمكن أن يقدم من قبل منظمة
الصحة العالمية ووزارة المنظمة كانت قد أشارت فيما مضى إلى أن الوضع الصحي في السودان يستدعي تدخلا عاجلا من قبل المنظمة العالمية وشركاء العمل الصحي في العالم. طيب، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفصيلات من أم درمان، مراسل الحدث نزار البكداوي. في تصريحات خاصة للحدث، قال وزير الخارجية السوداني حسين عوض إن الخارجية السودانية تنسق مع الصين وروسيا لمنع أي تعديلات على مشروع القرار الغربي الذي يشكل محاولة لخلق غطاء سياسي للتدخل في السودان، مؤكدا أن الحكومة فتحت كل المعابر من أجل السماح بإدخال المساعدات. بالمقابل، لم تدين الأمم المتحدة هجمات الدعم السريع على المساعدات الدولية. وزير الخارجية أكد أن الحكومة تسعى لإبطال مشروع القرار الغربي عبر فيتو أصدقاء السودان، ولدينا تفاهمات مع واشنطن بعدم إدراج المقترح الغربي في مشروع القرار الأممي. وفي لقائه بالرئيس الصيني شي جينغ بينغ على هامش منتدى الصين أفريقيا في العاصمة بكين، أشاد عبد الفتاح البرهان بالمواقف الصينية الداعمة للسودان في المحافل الدولية، مؤكدا تعرض السودان لمخطط كبير تقف وراءه دول ومنظمات. كما أثنى البرهان على الدعم الأمني والعسكري الصيني، مجددا التزام السودان بتسهيل الاستثمارات الصينية، في حين أبلغ الرئيس الصيني البرهان متابعة بلاده بقلق للأوضاع في السودان ورفض الصين للتدخلات الخارجية في السودان. اتهم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دجل حميتي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان باستغلال منتدى الصين لادعاء شرعية متوهمة، مشيرا إلى أن البرهان قدم في بكين خطابا مليئا بالأكاذيب. حميتي قال إن البرهان وما أسماهم بالإسلاميين هم من أشعلوا حرب 15 أبريل، مضيفا أن البرهان وحلفائه أطالوا أمد الحرب لتحقيق مصالح النظام القديم. تعليقا حول تقارير إرسال إيران صواريخ باليستية لروسيا، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض شون سافيت، قال إن أي نقل إيراني للصواريخ إلى روسيا سيمثل تصعيدا جذريا وحادا في حرب أوكرانيا، مشيرا إلى أن واشنطن حذرت من الشراكة الأمنية المتعمقة بين روسيا وإيران منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا، مؤكدا أنه يتم مراقبة عمليات نقل الصواريخ الإيرانية المحتملة إلى روسيا عن كثب. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت نقلا عن مسؤول أمريكي أن إيران سلمت صواريخ قصيرة المدى إلى روسيا، مضيفة أن أوروبا والولايات المتحدة تعملان على إعداد حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران ردا على هذه الخطوة. في إشارة إلى طلبات كييف برفع القيود عن الأسلحة بعيدة المدى، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن استخدام الأسلحة الأمريكية لشن ضربات بعيدة المدى على روسيا لا يكون العامل الحاسم في الحرب في أوكرانيا. لقد قلنا دائما إنه لا توجد قدرة واحدة بحد ذاتها ستكون حاسمة في هذه الحملة. كما تعلمون، أجرينا هذه المناقشات حول الدبابات وتحدثنا عن قدرات أخرى، وفي كل مرة نشير إلى أن الأمر ليس متعلقا بشيء واحد فقط، بل هو مزيج من القدرات وكيفية دمج هذه القدرات لتحقيق الأهداف.
وفي شأن خاص بانتخابات الرئاسة الأمريكية، قال نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني، قال إنه سيصوت للمرشحة الديمقراطية في السباق الرئاسي كامالا هاريس على حساب الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، الذي قال إنه يمثل تهديدا كبيرا للولايات المتحدة. وأضاف تشيني أن على الأمريكيين وضع مصلحة البلاد فوق الحزبية والدفاع عن الدستور الأمريكي. هذا وكان من المقرر أن ترسل ولاية نورث كارولينا بطاقات الانتخابات يوم الجمعة، وأن تكون أول ولاية أمريكية ترسل الناخبين البريد فيصوت باكرا، لكن محكمة في الولاية علقت التوزيع. طلب روبرت كينيدي من نورث كارولينا شطب اسمه عن البطاقات الانتخابية، خصوصا أنه انسحب من الانتخابات الرئاسية وانضم إلى حملة دونالد ترامب المرشح الجمهوري. قبل وقت قليل جدا طلب القضاء من ولاية نورث كارولينا وقف توزيع البطاقات الانتخابية لاتخاذ قرار نهائي حول هذه المسألة. تبدو المسألة وكأنها قانونية، ولكنها في الحقيقة سياسية جدا، والسبب هو أن ترامب من جهة وهاريس من جهة أخرى يريدان الوصول إلى كل صوت متوفر في ولاية نورث كارولينا، فقد أصبحت هذه الولاية ولاية متأرجحة بامتياز منذ دخلت هاريس إلى هذا السباق الرئاسي بدلا من بايدن. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة منصات التواصل الاجتماعي والتفاعل معها وزيارة الموقع الإلكتروني الحدث.net. أعود وألتقيكم بعد ساعة من الآن.